السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن جميع خوتي، كنتمنى منكم تكونوا كنتمنى ان شاء الله ما تكونوا كتشوفوا هذا الفيديو تكون في احسن الاحوال في صحة جيدة وكل شيء خوتي على خير وبخير. معكم قناة يوميات فاطمة اختها اخوتي، كنتمنى منكم اللي ما عمرو شاف القناة ديالنا يدخل وتابونا معانا ويبارك على الزر ويبقى يتواصل بالجديد ديالنا انا واختي. خوتي هذا النهار ان شاء الله ما كاين لا فيديو لا والو، هذا النهار غير بغيت نهضر معكم شويه وسمحوا لي خوتي، كنتمنى منكم تسمحوا لي اللي ما كنجاوبوش في هاد اليومين خوتي سمح لي، واللي ما دخلتش عنده في هاد اليومين خوتي سمح لي، وهم عندي ودابا ان شاء الله ندخل عندهم وان شاء الله نجاوبهم خوتي. غير كما قلت لكم دائما اللي شاف قناتي اللي شاف الفيديوهات ديالي قبل راه شايف كنت وريت السكنه ديالي وفين ساكنه وهادر على فين ساكنه خوتي. انا ساكنه خوتي فواحد البلاصه بعيده، يعني بعيده على المدرسه وبالترونسبور باش كيقراو ولادي، داكشي اللي هاد النهار واحد المشكل وقع لولدي كنجي على رجلي خوتي. كما قلت لكم هاد النهار هذا خوتي سمحوا لي الهضره كتمشي لخوتي، المشكل اللي وقع لي لولدي راه مشات لي الهضره، مابقاش ربي لي عالم بيا خوتي، وراي ام تحس بهذا الاحساس هذا اللي كنحس به دابا انا. وسمحوا لي تختي مسكينه ما كترميش، اختي حتى هي راه مشغوله معايا بزاف اخوتي غير في التليفون مسكينه، القسما بالله البارح مسكينه هضرت معايا وهي كتبكي. داكشي علاش اخوتي ولدي هو اللي كيمونطينا هو اللي وقع له هاد المشكل. انا غنقول لكم ان شاء الله كنطلب منكم اخوتي اللي كيشوف هاد الفيديو دعي معايا اخوتي، يدعي معايا ويعفو لي ربي من غير ما هاد السكنه اخوتي، وسهل ربي نقري وليداتي قريبه للمدرسه وقريبه مع عندي البنيتات عاد تيكبروا. كيقول لكم اخوتي هاد البلاصه راه بعيده على الترونسبور، عندي البنت دايره لها اخوتي الترونسبور كتقرا، ولد اخوتي يقولوا الله يحسن العوره لي اخوتي ما دايرالوش زعما الترونسبور. هذاك الشيء علاش اخوتي ولدي نهار الجمعه كان جاي هو صاحبو مسكن من المدرسه. انا هذا الفيديو ماشي كنقول ندير لكم باش نزيد لكم باش شي حاجه ولا ندير لكم المشاكل ديالي ولا هذا، باش تحضروا اخوتي وليداتكم ووليداتكم تحضيهم، اللي عنده شي بنيته ولا شي وليد اخوتي يحضيه بزاف بزاف، راه ما بقى ما يعجب في الدنيا الكريسه جا وقع القتيله وقعت كل شيء وقع اخوتي، اي حاجه كتصوروها كاينه اخوتي في الدنيا. هادشي علاش اخوتي ولدي نهار الجمعه كنجيبو صاحبو مسكن من المدرسه خرج في العشيه مع السبعه العشيه وكيخرجوا مع السته كما قلت لكم، ونهار الجمعه خرجوا حتى السبعه كيقرفوا في الثانويه وخرج حتى السبعه اخوتي. جايو صاحبو جايين عاديين هكا مساكن لابسين حوايجهم بزواقطهم سبرديلاتهم خوتي عاديين هو وصاحبو، كعرفت لهم واحد جوج اخوتي من التمين من اللور جاوهم من اللور اخوتي، قالهم حطوا الزواقط حطوا السبرديلات حطوا التليفونات اللي عندكم حطوا كل شيء اللي عندكم حطوه، صوروا خوتي تم محفظة سداوهم لهم. جا موراه جبد الموس وبغى يضرب الولد اللي مع ولدي مسكين بالموس، جا الولد مسكين اللي مع ولدي شد له الموس هكا بيديه، الساعه اللي شد له الموس هكا بيديه دفعوا خوتي، فاش دفعوا مسكين دفعوا هرب جا عندي، جا كيسبق عندي باش يقولها لي، هو مي شافو دفعوا هز الموس الولد، هو مي دفع بالموس يعني مي دفعوا الساعه اللي دفعوا هز الموس وعطى لولدي خوتي هنا ليديه هز داك هذا، ايوا ضربو بالجهه خوتي الحافيه ضربو باش يرمي التليفون من يديه، وولد التليفون كان دايرو فوز جاكيطه يعني راه ما عندوش باين هكا ولا شي حاجه. اي هما كيعرفوا الدراري راه عندهم اخوتي التليفون في هذا الوقت، راكم عارفين الدراري ضروري خصهم التليفون باش يقراو، ضروري عارفين الاغلبيه ديال الدروس في هذا المرض الله يهزو علينا اخوتي هذا الوباء، في هذا المرض الاغلبيه الدروس كيصيفطوهم لهم في الواتساب. داكشي والولد جا عندي كيسبق يعني فواحد البلاصه هنايا عندنا كان فيها شويه ديال الظلام، جا عندي كيسبق الولد مسكين صحاب ولدي قتلوه، ما قاليش راه ولدك مضروب ولا شي حاجه، قال لي ولدك قتلوه. تصوروا خوتي راه اي ام كما قلت لكم اي ام تحس بهذا الاحساس هذا خوتي، راني ما بقيتش عاقله على راسي، قال لي ولدك قتلوه، قال لي ولدك قتلوه خوتي تميت غاده في الشانطي كنسبق كي الحمقه اخوتي، راني ما عرفتش راسي في كنت غاده، وكما كيقولوا لي ليه هو جيران اخو وجيراني مساكن جيراني مساكن تبعوني كبير وصغير كلهم مساكن تبعوني، والدراري مساكن يسمعوا هادشي الهراوات تما غادي نهزم الهراوات ولا الدوار كاملين
وعيالات مسات مدور كامل وكلشي تبعني كبير وصغير، الله يكثر خيرهم، الله يخلف عليهم، الله يجازيهم حتى هما بالخير. اخوتي حتى هما تبعوني مساكن كاملين، وفاش تميت غادة ومسك هو واحد مول، هو فاش ضربوه ولدي هرب له، يعني ما حكموش، ضربوه قصحو شويه في كتفه، قال لي الطبيب قال لي غير مقصح في كتفه، يعني ما غير العظم مضرور له شويه، يعني ما مضروش بزاف، العظم مضرور له. جا هو هرب منهم، هما تابعينه واحد جوج دراري من الدوار تاع مساك، الله يكثر خيرهم، كانوا دايزين بالموتور ضربوا فيهم الدر، خوتي مي شافوا الضرب ضرب فيهم هربوا، وجا ولدي مسكين جا على خير وبخير الحمد لله، وخا مضروب في كتفه اللهم لك الحمد، كما كيقولوا لي الجيران وكما كيقول لي كل شيء الحمد لله، اللي بقى غير بالروح هو، ما خشاوش في ديك الموس، يعني كل شيء كل شيء بقى لي غير ولدي، يعني وجام الساعه فاش شفتو ما نقولكمش اخوتي، ما بقيتش نعقل على راسي، ربي اللي كان عالم بيا، تحت اخوتي في خطره، راه شغنقول نقولكم، راه ما بقيتش حاسه، ما بقيتش حاسه اخوتي بتا حاجه ديك الساعه اخوتي، راه هذا داكشي اخوتي علاش خصكم تسمحوا لي. وكنقول لكم اخوتي اللي شاف هذا الفيديو يطلب مع جيراني كاملين، وحنا كاملين اخوتي ربي سهل علينا ويهزنا ربي من هنا ويجعل ربي كل عام تقول لنا اخوتي هذا العام الريب، العام اللي موراه، العام اللي موراه، هذا العام الريب، العام اللي موراه الريب، ما كاينش هذا العام وتا العام الجاي اخوتي، وحنا هذا الشهر، هذا الشهر اللي موراه، هذا الشيء اخوتي كنقول لكم طلبوا معايا اخوتي ربي حنا وجيراننا اخوتي كاملين، ربي سهل علينا ويهزنا ربي من اخوتي، ويجيبوا لنا كي كيقولوا اخوتي الريب خلاص. وكي قلت لكم اخوتي من ان شاء الله واحد النهار دابا الحمد لله راه ولدي بدا يرتاح شويه، يرتاح شويه اخوتي، واحد النهار ان شاء الله وغنرمي، وكما قلت لكم ان شاء الله غنرمي، راني مصوره واحد الفيديو غير انايا، ما خصني لي مونطيه لي، كي قلت لكم يرتاح ولدي شويه اخوتي ومونطيه لي ان شاء الله ونرميه، وغنرميه ان شاء الله اخوتي. داكشي علاش، وسمحوا لي اخوتي كي قلت لكم، لا كنت طولت عليكم ولا كنت في هذا الفيديو حسيتوا بشي حاجه اخوتي، سمحوا لي، الله يجزيكم بخير، وبسلام عليكم اخوتي، فيديو اخر ان شاء الله.